تنسوا نجرب هذه اللعبة هذه المرة يا أصدقائي. ولكن كي تجرب هذه اللعبة يجب تحميل هذه اللعبة نينتندو سبرينت، هي الإصدار الأخير. إذا دخلك تلقائيا يجب عليك أن تضغط على هذه العلامة وتضغط هنا على أكونت بالأخضر. في البداية سيعطيك هذه سينغاب مسكس البريد الإلكتروني ثم كلمة السر ثم سينغاب هنا. أيضا في هذه اللعبة فيها عروض، نحاول أن نشرح أقوى النقاط في هذه اللعبة. فكما ترى أول ملاحظة هي أن هذه اللعبة تلعبها بشكل أفقي وليس بشكل عمودي مثل اللعبة التي رأيناها سابقا. تحرك هكذا على الخريطة. الكثير من هذه الأشياء لا تفتح معك في البداية، الأماكن التي تفتح في الليفل 10، في الليفل 15، في الليفل 20، وصلنا إلى الليفل 20 كما نرى بالأعلى. إذا ضغطت هنا بالأعلى، إذا ضغطت على سيستم هنا تضغط على سويتش أكونت بالأسفل هنا كي تقوم ب كنت تريد أن تغير حسابك، سويتش سيرفر إذا كنت تريد أن تغير السيرفر، إذا هنا تجد اسم السيرفر الذي أنت موجود فيه حاليا. إذا كنت تريد أن تلعب مع صديقك فيجب أن تدخل إلى نفس رقم السيرفر. ثم لونغاج لديك اللغة إذا كنت تريد أن تغير. هنا الهاوسين هو يعني إمكانية أن يكون لديك منزل في اللعبة. تايتل هي الألقاب التي حصلت عليها، يمكنك أن تتحصل عليها. هنا اللوكس، لوكس هنا تختار يعني شخصية أساسية. الهيلبر يعني المساعد الذي تريد الذي يكون هنا في جانب الشاشة بالأسفل هو المساعد يعني. هنا الفريم إطار الصورة الرمزية، أفاتار هي تريد أن تغير الصورة الرمزية، أما فريم هي الإطار. البروفيل هنا مثلا شخصيتنا الأساسية مثلا هي النيج، تظهر معلومة شخصيتك. لدينا مثلا الرتبة جونيور 1، يضعوا جينين وتشونين وغير ذلك، وضعوا جونيور 1. البادج، ثم هنا الفريق أفراد الفريق الخاص. بذلك في هذه اللعبة نفس الفكرة، تقاتل بخمس أشخاص، يعني لا تقاتل لوحدك، ما تقاتل بالفرق، يعني فريق مكون من خمس أشخاص. بالأعلى فن يعني المعجبين، ريديم يعني استبدال الأكواد للفوز، تفتح معك فيما بعد هي الليفل 5. للعودة دائما تضغط على فيلاج بالأسفل يعني القرية. أهم شيء لدينا هنا هو الفريق، كيف أضيف شخص آخر للفريق، هو لدينا رقم زائد هنا. إذا نحن الآن ليس لدينا شخصية جديدة كي نضيفها إلى أفراد الفريق، كما أنه يمكن أن نضغط هنا على تشينج نينجا يعني فواحد آخر يكون في مكانه. يعني ننزل الأسفل، لدينا هذه أيقونة النينجا، جاونا ترفع مستوى النينجا الخاص بك. دعنا مثلا إذا ضغطنا هنا على هيناتا، إذا كنت لا تريد أن تقوم بها كذا يعني تشينج، تقوم باختيار يدويا، فيمكنك أن تضغط على كويك إيكيب يعني لبس الأشياء وكذا. مستوى الشخصيات نضغط هنا، هنا لديك المستوى بالأسفل هنا 37/40. فإذا قمت ب الآن كما نرى وصل الآن إلى 40/40، وضغطنا تير أب هكذا وصل الليفل الأخير إلى 50. يعني يمكننا أن نقوم ب رفع مستوى مرة أخرى، هكذا نستمر في نفس العملية. هذه العملات تحتاج إلى 200 من هذه العملة. إذا كنت تريد أن تعيد النقاط إلى الصفر فتضغط على ستارت أب فرد آخر من أفراد فريقك، فتضغط على السهم وترفع له يعني المستوى. هنا لدينا هي لائحة الأصدقاء فيها علامة الصداقة، تضغط أد فريند كي تضيف صديق جديد وتكتب اسمه في هذا المكان. هنا هدايا الأصدقاء، هنا طلبات الصداقة، مثلا تريد أن تغير الاسم، تريد أن تغير الاسم فتحت. ولدينا هنا نافذة الدردشة، هنا تتحدث مع اللاعبين. ضغط على الوورد يعني محادثة العالمية، محادثة. لما تصل إلى مستوى 35 تستطيع أن تتحدث، تقوم ب هنا لرؤية شخصيات، كون التحدي سبير. إذا ما هو الشيء المختلف؟ الشيء الذي يوجد فيه الاختلاف أكثر في القتال، تضغط فقط هكذا يتم القتال، ثم تضغط على بوس مثلا، تضغط على بوس تقتل الفريق الذي تريد أن يوقف، تضغط ستار ثم يقاتلون الآن. فقد تساعد يعني كذلك مثل اللعبة الأولى، فقد تشاهد ولا تستطيع يعني تقوم باختيار. ولكن لديك هنا أيقونة أوتو سايك أيضا على الرايد، عندما تنتهي من القتال مباشرة سوف يرتفع مستواك. القتال لا يتوقف، سيستمر هكذا. لذلك عندما تريد أن تلغي القتال تضغط على فيليج يعني العودة إلى القرية، فنحن عدنا إلى القرية الآن. هنا لدينا باق يعني الحقيبة بالأسفل، يوجد فيها الأشياء كلها هذه،
لدينا مثلا هذه اللفافة، إذا ضغطنا عليها إذا قرأت هذه الأشياء ستفهم في ماذا تستعمل، ثم تضغط يوز أي استعمل هكذا. إذا هنا مثل باكيجات الفري فاير وغير ذلك، لديك هنا تدوير بلفافة واحدة أو تدوير بعشر لفافات. أنت وحدك يمكن يعطونك شخصية. إذا نرى ماذا سيعطينا. هاتشيبينو ما زال لدي واحد على خير. ماذا سيعطينا؟ ماذا سيعطينا؟ اوه اعطانا هذا معلم ايرو. لفافة الاستدعاء انتهت. لدينا عرض خاصة بأموال حقيقية. دائما تتبع العلامة الحمراء لكي تجمع الهدايا. اضغط يوز مثلا البطاقة، تقوم بتدوير هذه العجلة. غير ضغطنا هذه الأشياء، نضغط على بلاي أولا. هنا هاي إلى أسفل التست يعني الاختبار، سندخل إلى الاختبار. إذا هنا يقول لك لدينا هنا الدنجن الذي هي الزنزانات، هذا يفتح في 30، هذا يفتح في الليفل 25. أعطينا هذا تشالنج أشخاص. أظن هذا هو الامتحان، تأخذ جوائز هكا. أنا في ذا الجيلد هنا العشائر، إذا كنت تريد أن تنضم إلى عشيرة معينة فتضغط على apply يعني انضمام. full يعني ممتلئ. هنا create guild لإنشاء عشيرتك الخاصة، تضع لها اسم. هذه مجموعة من الأدوات الأسطورية. الدمج أو الضرر الذي يسببه، هذه مثلا 290، هذه 604. لدينا كذلك هذا تجمع دي الصناديق. أيضا هنا العيب هنا كما العادة هو لا يمكنك إنشاء شخصيتك الخاص. العيب الثاني هو حتى إذا خرجت من اللعبة يحتسب لك الخبرة، يعني وكأنك تلعب حتى إذا كنت غير حاضر. نينجا تطور حيث تتحرك فتأخذ جوائز. ننتقل إلى الوسط في القرية، لدينا سميت. هنا تقوم بتطوير الأسلحة، إذا ضغطت على كرافت سيحول لي هذه إلى سلاح ذو نجمتين يساعدك في القتال. تقوم بجمع هذه الأشياء. لدينا أرينا يعني الحلبة تقاتل فيها لاعبين حقيقيين. تحدي، ولكن تحتاج إلى أن تكون لديك هي تيكيتات دخول الحلبة. هدايا يومية، الهدايا. لدينا متجر ميستري، متجر الغامض. فمتجر الغامض تشتري من هذه العملات الشاشة. كما لدينا المتجر، منها اللفافات، منها تيكيتات واشياء اخرى، واستمتع باستكشافها لوحدك. سكيل هي المهارات، من المهارات في هذا المكان. هذا البناء الخاص بالهوكاغي لم يفتح الا في الليفل 20، نستكشفه. دخلنا الى مكتب الهوكاغي، يقول لك استحضر النينجا. سنحتاج الى هذه التيكيتات هنا، وحصلنا عليها. تتحدى هؤلاء الاشخاص تفتح هذه الصناديق. كونفرت، تحويل النينجا، تحويل النينجا. أشياء أخرى ممكن تشتريها. لدينا شينوبي ماستر يفتح في الليفل 80. لدينا مختبر، مختبر حيث تقوم بتصنيعه. هنا جمعت هذه البطاقات وضغط على كرافت. سيفر شينوبي، عندما تصل إلى الليفل 107 تستطيع أن تدخل إلى هذا المكان. أموال حقيقية. ستوب وايتين. عندما تجد صفر يعني تستطيع أن تأخذها. يعطونك هدايا عندما كل يوم يعطونك جوائز كلما دخلت. إذا هذا كل ما لدينا في هذه اللعبة، لا تنسى لايك واشتراك.